اهلا بك يا فاتن. مرحبا بك. ربي يخليك تبارك الله عليكم وشكرا على هذه البرامج. دائما في الخدمه. تفضلي، عندك سؤال على زريعه الشيا. اياه، انا ماما عندها دابا 60 عام وتتقهر هذيك الصهده كي تنقولوا حنا. نعم. واش تقدر تنفع هذه زريعه الشيا وشحال المده تاخذها؟ نعم. سؤال مهم. نعم، مزيانه ليها، مزيانه كما قلنا التوازن، غير ما تفوتيش الوالده معلقه صغيره قلنا في الصباح ومعلقه صغيره في الليل. هو اقصى حد ما تيلا خدينا غير معلقه صغيره في اليوم، راه ماشي مشكل وما عندهاش حتى شي تاثير، يعني مزيانه لها، ما عندها حتى شي اعراض جانبيه. وشحال ما خذاتها وشحال ما كلاتها، راه كيما كتاكل الاكل كيمكن لنا نستعملوا حبوب الشيا في التغذيه ديالنا. معنا هند من الدار البيضاء. الله يفلم مي ما فاتي، الله يخليها لك. اهلا بك هند. اسئله كثيره وكنطلب منكم نلخصوا. اهلا تفضلي، مرحبا بكم مع دكتور عماد. عندك سؤال على زريعه الكتان. بيان سور وي. دابا انا كندير كاع لي غران كاملين، كندير نفس المقاييس وكنقيهم بحال دابا الكام. نقول ليه اكيد اكيد نتقاسموا معك اختي. يلا فوالا، كندير سمعتها في التلفزيون، ما نقولش في الاذاعات، من التلفزيون دكتور نيت. كندير كمون والنافع وزجلان وحبه حلاوه وزرع الكتان وذاك حبة السوداء، هادو كاملين كندير مثلا مقدار متساوي. واللي كيتحمر كيتحمر، بحال زرع الكتان ما كنحمرهاش وكنديرهم في بواطه. وملي كنبغي نعجن كنهز واحد انكويار صغيره ديال القهوه وكنلوحها في العجانه. واش صحيه ولا ماشي صحيه؟ نعم، غير الحبه السوداء، شنو كتعني بالحبه السوداء؟ هذاك سانوج. انا انا يعني تعمدت نسولك هذا السؤال هذا لان عرفت الحبه السوداء غادي تستعملي فيها الشانوج. فالشانوج اختي ماده سامه وكنهضر عليه شحال من مره. الشانوج اللي كيكون داير بحال الزريعه الكحله صغيور، هذاك هو الشانوج. الحبه السوداء او حبه البركه كتكون دايره بحال العديسات كحلين. اذا عديسه ماشي البافو، ما كنفهمش، ما كنعرفش انا. عطاوني البافو. لا لا لا، ماشي البافو، حيت البافو تا هو جاي غادي نهضروا عليه. ماشي البافو، ماشي البافو، ماشي ذاك الخشخاش اللي كنديروا في فوالا اللي كنديروا في الخبز. لا، الحبه السوداء دايره بحال العديسات، العدس. شي العدس؟ لا دا ماشي عدس، هي طويله فوالا. انا فهمتك. دابا حنا دابا كنحاول نشرح باش انت تفهمي وحتى الاخوات كيسمعوا خصهم حتى هما يفهموا. صافي، اذا الحبه البركه والحبه السوداء هي دايره بحال العديسات مدورين كحلين وجاج، يعني ملي كتقيسهم بسنانك بحال الجاج دايرين وكيبريو كحله. اما الشانوج اللي هو ماده سامه اللي فيها لو سيانوغ. سيانوغ عرفتي شنو هو السيانوغ؟ هو ذاك السم اللي كيكون عند اللفعه. ففي الشانوج كيكون هذا لو سيانوغ او لو سيانوغ دو بوتاسيوم، هذا اللي عباره على واحد السم قليل كيكون عندنا في هذا الشانوج. ولكن ملي كنكثروا الحبات ديال الشانوج كتولي عندنا واحد القيمه سامه اللي كتاثر لينا على الدماغ ديالنا وخاصه الوليدات الصغار. اذا الشانوج ما نستعملوش، نستعملوا حبه البركه. حبه البركه كي خصها تكون مطحونه باش يمكن لنا نستافدوا من المزايا ديالها. فماشي مشكل انك هاد المكونات كلهم تستعمليهم وغتحيدي منهم زريعه الكتان وغادي تحيدي منهم الحبه السوداء، لان بجوج بهم الى تخلطوا كيعطيونا واحد المركب اللي كيكون صعيب في الهضم. فماشي مشكل حبه حلاوه، ماشي مشكل الكمون، ماشي مشكل نافع. وكما قلتي معلقه صغيره ما ضرش وما غتاثرش على على على, على, على العجينه ديالك. وتبارك الله عليك، الثقافه حنا طبعا كنرسخوها وكنزيدوا ننميوها معكم ومع دكتور عماد. نذكر بانه رئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه.